بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان اس زد، العربيه الكامله، كل شيء اللي اكتسحت السوق بفضل الله لاخونا وحبيبنا اللي شرفنا اللي هيتعرف عليه دلوقتي. اتعرف عليك يا باشا. محمد يا باشا. حبيبي يا عم محمد. منين؟ حبيبي يا ابني. بسم الله. الطمية. من الطمية. احسن ناس. اول حاجه شرفنا في معرض غصن الزيتون يا عم محمد. انا شرف لينا حبيبي سعاده الباشا. انت اول مره جينا المعرض ولا جيت مره واثنين وثلاثه؟ لا اول مره. حبيبي عرفت طريق المعرض عن طريق ايه؟ نت ولا حد صاحبك خد؟ لا واحد صاحبي. واحد صاحبي قال معرض غصن الزيتون. قال كلام حلو عشان كده جينا. الله يباركك يا سعاده الباشا. ايه رايك بقى في الحلويات اللي انت واخدها الاس زد دي؟ ما شاء الله عليها. بسم الله ما شاء الله حاجه عليها. الله اكبر، مش موجوده غير في غصن الزيتون، حاجه كامله كل حاجه. ايه ما شاء الله عليها. خلاص تطلع تاكل عيش باذن الله. دفعت فلوسك استلمت وانت واقف ولا حد عطلك في اي حاجه؟ لا 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 ما شاء الله، انا دفعت على طول اهو، خدها واتكل على الله. روح ربنا يديك خير ويكفيك شر يا سعاده الباشا. الناس بقى تشوفك على الانترنت تقول لهم يا عم معرض غصن الزيتون. لا يا عم الناس دي ما شاء الله عليهم، يعني الناس معاملتنا ايه؟ لا الدنيا معانا بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني سهلتوا لي الدنيا كمان، مش دافع الفلوس كلها. حبيبي يا سعاده الباشا من غير اي فلوس بس يا باشا. انت تسلم يا باشا. حبيبي يا باشا ربنا يديك خير ويوفقك شر يا سعاده الباشا. الف الف مبروك يا صاحبي. حبيبي يا سعاده الباشا. ماشي يا معلم.